احنا بحاجة لرز، 5 أكواب من المي، مكعب من مرقة الدجاج، 3 أكواب رز بسمتي منقوع، 2 بصل مقطع طولي ومقلي، 3 ثوم مهروس، بصلة مفرومة ناعم، 1/4 كوب سمنة، 1/2 كبيرة كراوية، 1/2 كبيرة كمون، 1/2 معلقة صغيرة من الزعفران، 1/2 معلقة صغيرة من الكركم، 1/2 كوب كزبرة طازة، ملح وفلفل أبيض. تمام. هلا هيك نحن ونحن بحاجة كمان لمقادير تحضير الجمبري. نحن بحاجة لكيلو جمبري أو شريمبس، نحن بحاجة ل3 ثوم مهروس، 1/2 معلقة صغيرة من الكمون، 1/2 معلقة صغيرة كراوية، 1/2 معلقة صغيرة من الزنجبيل، عصير 1/2 ليمونة، صنوبر وبصل مقلي للتزيين، وبقدونس للزينة. تمام. هلا عشان نعملها، اول شيء انا بدي البصل الشرحات بدي اقليه لانه بياخذ وقت، وراح يطلع انت هدول اوعيك حلوين كثير، فبنخليك تبعدي شوي معلش عشان ما يصير عليهم. انا عشان هيك بلبس يونيفورم عشان اوعيه يضلوا ريحتهم حلوه. بدنا نقلي البصل هون الشرحات عشان نزين فيه، وهلا بنبلش كمان نقلي البصل الصغير المفروم ناعم. بدنا نحط شويه سمنه، بتحبوا تحطوا زيت زي ما بدكم، بس هي الصياديه السمنه بتعطيها اللون الحلو او بتعطيها نكهه، والبهارات اللي بنحطها هي اللي بتعطي الصياديه اللون المميز، والبصل المقلي البصل المقلي اساسه والصياديه. فهلا شوف ايش راح نعمل، راح نقلي البصل لحد ما يتحمر ونحط معه البهارات. ليه؟ عشان لما نحط المي دغري المي بتاخذ من لون البصل ولون البهارات، ونفس الشيء الرز. تمام. ف هينا بنقلي البصل، الروايح تطلع لشكلي. انا راح اقرب، ما راح، مع انه اليوم لابسه لبسه العيد، اليوم اتفقنا هيك نلبس لبس حلو عشان العيد. طبعا لازم نكون معيدين، بس لازم نحن تصير ريحتنا طبخ. معلش معلش. هلا بدي احط البهارات على البصل نصهم. اوكي. هلا عندي هون كمون. تمام. الكمون اساسي بالصياديه. هو اللي بيميزها، هو والكراويه، كل الاشياء اللي بنحطها مهمه لانها بتعطي لون وبتعطي كمان طعم للرز. بس رح احط نصهم هلا، والنص الباقي لما احط الرز. تمام. اكيد. هاي الكركم. بتحبي نعيد البهارات كمان مره؟ يلا بنعيدهم. وقبل ما اعيد البهارات بدي اذكركم نحن كمان انه طالعين معكم لايف على الفيسبوك لحتى تشاركونا بتعليقاتكم، اسئلتكم، اذا بدكم تسالوا الشيف ايمان عن وصفه اليوم او اي وصفه انتم حابين تعرفوها، واكيد تشاركونا بتعليقاتكم المميزه بمناسبه عيد الاضحى. نرجع نعيد لكم هيك البهارات بشكل سريع. نحن بحاجه لمعلقه كبيره من الكراويه، 1/2 كبيرة من الكمون، 1/2 معلقة صغيرة من الزعفران، ونص معلقة صغيرة من الكركم، وملح وفلفل أبيض. تمام. هلا حطيت كل البهارات وحطيت شوية هلا بتعرف مكعبات مرق الدجاج صاروا باودر، فحطيت شوي من الباودر. هذا طبعا إشي اختياري بس بغني الأكلة، بخليها تصير غنية أكثر. هلا عم بحط الرز على البصل عشان ياخذ اللون تبع البصل. عم نعمل احنا طبعا الرز بسمتي منقوع من قبل عادي ثلث ساعة، وما بدنا ننقعه اكثر من ثلث ساعة عشان ما يخبص معنا. لازم رز بسمتي او ممكن هلا صيادية بالبسمتي بتنعمل، بحبوا يعملوها برز مصري طبعا ما فيش قانون يعني. بس الاصلية بتطلع اسكى بالرز البسمتي. شايفة هلا لما نحرك البصل مع البهارات اللي حطيناها دغري بتحول لون الرز للون حلو اللي نحن بدنا اياه، اللي هو لما نروح على المطاعم وناكل صيادية بنشوفه. تمام. طب هلا ايمان، في كثير ستات بخافوا الرز البسمتي يتكسر. لا شوفي، هلا في كثير ستات مثلا بتنقعه بنص ساعه، شو السر يعني بتنقعه ساعه ساعه؟ عرفتي غلط. لازم الرز البسمتي نقعته كل ساعه بس، واذا بدها اياه تضمن 100% بتقدر تعمل الرز المسلوق. مش هلا البسمتي شطارته انك تعمليه مسلوق، مش تسقيه مي كثير زي المعكرونه. تسقيه مي كثير، مش زي ما احنا بنطبخ العرب. مش زي العرب تبعنا. فاذا هي بتكسر معها يا بتغير نوع الرز يا بتغير طريقه الطبخ لطريقه تناسبها. عرفتي كيف؟ طريقه السلق هي بنحطه في مي وبنديره جوا المي، عليه رشه ملح، وبنتركه ليطلع هيك شويه بخار، بعدين بنصفيه وبنطبخه. هاي الطريقه انك بتسلقيه قبل ما تطبخي. هلا شايفين نحركهم، وراح احط الجمبري احركه معه. يمكن لازم يحركوه شوي 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 شوي. طبعا لانه انا ماما لما مثلا ادخل على المطبخ بدي اساعدها تكون عامله رز بسمتي واجي بدي احرك تقول لي وليه لا
لا تحركي. شوي شوي. ليش امك من وين؟ انا امي اصلها سوري. اه عشان هيك بتقول لك عشان اوكي. فالوليد تطلع معها على طول. هلا راح احط الجمبري جوا وراح اخلي 4 حبات ازين فيهم للوجه. هلا بورجيكم كيف راح نسويهم. اوكي راح احطهم هون على الوجه. هذا الجمبري فروزن. فروزن بيجي كيس فيه تقريبا 30 حبه مناسب جدا، بتقدر تطبخي فيه طبختين او طبخه واحده حسب عدد الناس اللي عندك. حلو. تمام راح اخلي 4-5 حبات للوجه عشان اورجيكم كيف راح اطبخهم بعدين نزين فيهم. 1 2 3 4 5 6 هي خليهم. طب ايمان بيقدروا يعملوا نفس الطريقه بس يستعملوا سمك؟ اه هلا سمك نحن انا عملتها مكتوب. يعني بيقدروا يكتبوا ايمان عماري صياديه بتطلع لهم، شوي طريقتها بتختلف. اوكي لانه السمك بدك تقليه تلتيه بطحين وتقليه. عرفتي هلا شو عم تضيفي؟ هلا عم بحط البهارات اللي نفسها اللي حطيناها، الكركم والكمون والبهارات المشكله اللي هي بهارات الكبسه يعني. تمام هاي شويه بودره الثوم انا بحب احطها هون تعطيني طعم زاكي، وراح احط شويه فلفل اسود شويه ملح لانه الرز بسحب ملح. نحن حطينا على البصل. تمام وهي بدنا نقلبهم مع بعض. والبصل الجوانح عم بتقليه للزينه الطعم واللون. طب انا كنت مفكره الصياديه اصعب. لا لا هي صعبه لانه الصياد لانه فيها قلي هينا قليين. شوفي اقول لك ليش صعبه، فيها قلي بصل وفيها قلي شو اسمه خبز. تمام وفيها طحينيه بدك تعملي سلطه. صرنا حكينا 3 شغلات زياده غير الرز. وبعدين السمك لما بتعمليها بسمك بتكوني بتقلي انت سمك بتلتيه بالطحين وبتقليه فهيك بصير عندك شغل كثير. عشان هيك هلا الرز البسمتي مش زي المصري، كل كاسه بكاسه ونص. تمام الرز المصري كل كاسه بكاسه. هلا رح نغمره بالمي. معيرتيهم انت؟ إيه لا هي صدفت معي الصراحه. مش معيرتهم بس بدها شوي كمان. هلا راح احط شويه ثوم طازه. هي كمان عشان اكمل لك اياها مش بس بصل. وثوم كمان. وثوم كمان. وبعدين بدي اقلي الجمبري بس نخفف النار لانه